أذن التأمل هو العودة إلى الحقيقة الأصلية الأساسية، يعني شكلي عمودي بقعد ظهري جالس نفوخ نحو السماء بجري بالأرض، بحب يشيل الحذاء بحس أكثر بالأرض، لأنه وقت بتحضر فيلم عن العشق غير وقت اللي انت بتعمله. كما هيك كل اللي حكينا ما له معنى اذا ما حسيت شو يعني زبزبات الارض رح تدخل فيها. العائق الوحيد لحتى تحس انك تفكر بشيء تاني غير اللي انا رح اقوله، وبعرف رح تعملوها بس انتبهوا لها. كشفتكم يعني. بس اترك جسمك ينزل، ظهرك جالس، دقني شوي لقدام لأنه بهاي المنطقة في صعوبة بين الراس والجسم. غمض عيونك لتشوف الداخل، برا خد عطلة منه، استراحة المحارب اليوم. إيد اليمين داخل اليسار على آخر البطن، هيدي البطارية آخر البطن. احضنها وركز إجريك بالأرض. شهيد زفير أنا هون وهلا. راقب نفسك وتذكر مش أنت اللي عم تعمله، أنت خلقت بتعرف تتنفس. اليوم بس بدك تشوفه لنفسك، تراقبه، تمشي معه كأنك أنت النفس عند الشهيد. فوت مع نفسك وروح معه لآخر جسمك. عند الزفير اطلع معه من تحت لفوق وتهار معه على الخارج. شوف النفس كيف بيرجع للمكان اللي اجى منه، الكون. شهيد زفير أنا هون وهلا. أنا بهيدي اللحظة ساكنة جسمي، ساكنة كعب إجري والأرض. كل الطاقات عم حسها بأوراقي، ركبي، كعب إجري. حس الطاقات كيف عم تمشي بنصك لتحت، اجري مغروسين بالارض. اتركي حالك تنزلي بالارض، اتركي حالك تنزلي بالمقعد. شوفي كل مره تتركي حالك تنزلي كل تشنجاتك بتفتح، كل احتئام بجسمك بينفرج وبيتنفس مثلك. ريتم الحياة. شهيد زفير. نفس عميق، خدم الطاقات الكونية، طاقات واعطيها بنفسك عند الشهيد لكل انحاء جسمك. شوفي مجرد تفكري بركبك رح تشوفي الطاقات عند الشهيد رح توصل لركبك. عند الزفير بيرجع النفس للمكان اللي اجى منه. شوف الأنف جسر عم تمرق منه الطاقات من الداخل على الخارج، وبعدين من الخارج على الداخل، من الداخل على الخارج، من الخارج على الداخل، من الداخل على الخارج.
ببس هالحركة شهيد زفير. افتحي جسمك أكثر وأكثر، افتحي قلبك، افتحي نفسك، افتحي وعيك، واستقبل الطاقات الإلهية، طاقات النور. شوفيها كيف عم تدخل فيك، محل ما بيروح انتباهك الطاقة بتروح. بتركز انتباهك على آخر بطنك، شوفي كيف زبزبات طاقة، زبزبات الضوء رح توصل على آخر بطنك. ركزي انتباهك على فقرات ظهرك، والطاقة مثل أمطار من نعم رح تدخل من الأنف وتروح على فقرات ظهرك. محل ما بيوصل الشعاع بنير المكان. شوفي جسمك تركي يرتاح، تركي يستقبل. إذا مرقت أي فكرة براسك اتركيها تمرق وارجعي على الأهم. شهيد زفير، شهيد زفير، شهيد زفير. كل مرة بتركز بصدق وشفافية مع نفسك، نفسك بيصير حب، نور، طاقة، طمأنينة، سلام. غمض عيونك وفوت بحالك، شوف النفس وين عم يمشي فيك. اتفرج على الطبيعة الأساسية الأصلية يلي بداخلك، يلي ولا مرة عطيتها مساحة لا من الوقت ولا من المكان لتشوفها. إذا نفسك ما عم يقدر يوصل لآخر جسمك، افتح جسمك أكثر، رخيه أكثر وركز أكثر، ورجع من جديد. خذ نفس بصدق، بعزيمة، بإخلاص مع هاللحظة. خذ نفسك وشوفها وين عم تروح أنفاسك. إجري مغروسين بالأرض وراس ممتد نحو السماء. من إجري عم تطلع الطاقات القديمة تدخل بالأرض، كأني شجرة وأوراق القديمة عم تسقط بالأرض، وجذوري عم تاخذ